الضرائب مصلحتك أولا. جملة شهيرة عرفناها في بداية الألفينات في خلال الحملة اللي عملتها الحكومة المصرية علشان توعي الناس بأهمية دفع الضرائب، وده فعلا حاجة صح، لأن الضرائب حاجة مهمة ومفيدة جدا لأي دولة. الضرائب بكل بساطة عبارة عن فلوس بتتفرض على ملاك الأراضي وملاك السيارات والعقارات وخلافه، علشان ان انت تقدر بيها ان انت تجمع فلوس من الشعب وبعدها تقدر ان انت تستخدمها وتقدم لهم بيها خدمات مختلفة. وده المفهوم المتعارف عليه في كل حتة في الدنيا عن الضرائب. ولكن لو جينا نرجع بالزمن كتير لورا قوي هنلاقي ان في ضرائب كانت غريبة وعجيبة الشكل، خصوصا في القرن التسعتاشر او القرن التمنتاشر تحديدا، والامبراطور الروماني فيسباسيان كان بيفرض ضرائب غريبة من نوعها. فمثلا على سبيل المثال كان فارض ضريبة على المراحيض العامة، كل ما شخص يستخدم المراحيض العامة فهو بيدفع ضريبة. يعني اظن مش محتاجين ان احنا نقول الضريبة دي كان شكلها عامل ازاي، ولكن هنسمع المقولة الشهيرة بتاع بنجامين فرانكلين لما كان بيقول في الحياة لا مفر من شيئين، هما الموت والضرائب. اما فيسباسيان وتحديدا ابنه كان بيقول مقولة شهيرة، وهي عبارة لاتينية شهيرة بتقول المال لا رائحة له. هنلاقي ان فيسباسيان لما فرض الضريبة دي اللي هو كان حاكم الدولة الرومانية وقتها في فترة من 79 او من 69 ل 79 ميلاديا تحديدا، ابنه كان بيلومه وكان رافض الفكرة دي جدا. فيسباسيان قرب الفلوس من انف ابنه وقال له ايه رأيك، كناية يعني على ريحة الفلوس. فابنه قال له المال لا رائحة له، كناية عن رائحة المراحيض طبعا. كان في كمان في روما ضريبة بتفرض على الحرية، اذا كان الشخص عبد وكان عايز ان هو يشتري حريته فبيضطر ان هو يدفع ضريبة لمالكه، والضريبة دي بتسمى ضريبة العتق. كمان في الامبراطورية العثمانية كان في ما يعرف بضريبة الاسنان، لما كان البيروقراطيين المحليين بياكلوا اللحوم بشراهة وبياكلوا اشهى الحلويات ويحصل لهم مشاكل في اسنانهم بسبب التسوس، وعلشان طبعا الخدمات الطبية المتعلقة بالاسنان مكلفة جدا ففرضوا ضريبة على الاسنان بحيث ان العامة يدفع تكاليف علاج اسنان رجال الدولة. هلاقي كمان في وقت مش بعيد وتحديدا يمكن تقريبا في 1993 كان في ما يعرف بضريبة الظل، تحديدا في مدينة البندقية بدأوا ان هم يفرضوا الضرائب على اصحاب المطاعم والمقاهي اللي بيستخدموا مظلات في المناطق الاثرية اللي موجودة، لان بكل بساطة المقاهي دي الناس بتتردد عليها اكتر من غيرها لان هم بيستخدموا مظلات، ففرضوا عليهم ضرائب. هلاقي كمان لو احنا بنتكلم عن الظل فهنلاقي ضريبة تعرض بضريبة الشمس. كمان الاشياء الغير ملموسة كانت بتخضع للضريبة. فهلاقي في بداية الالفية بدأوا يفرضوا ضريبة تعرف بضريبة الشمس في جزر البليار وفي ابيزا ومايوركا والجزر الاخرى. بيضطر السائح انه بيدفع 1 يورو يوميا عشان يستمتع باشعة الشمس. الضريبة دي بتستخدمها الدولة في تنظيف الشواطئ والمناطق الساحلية. هلاقي ان في سنة 2012 زار جزر البليار حوالي اكتر من 10 مليون سائح. ايرادات ضريبة الشمس كانت في خزانة الدولة كبيرة جدا وقتها. نبعد عن الظل ونبعد عن الشمس هنلاقي ضريبة الغبار، ضريبة غريبة جدا فرضتها السلطات الأرمينية على الأشخاص اللي بيملكوا شقق في المناطق السكنية. ألزموهم ان هم يدفعوا حوالي 15 سنت لكل متر مربع بعد ما قررت وزارة الاقتصاد الأرمينية ان هي تلزم السكان بدفع تكاليف إزالة الغبار. دي ما كانتش اغرب الضرائب، لكن هنلاقي في كمان ضرائب في الدول الفقيرة. فهنلاقي ان في غرب افريقيا وتحديدا في غينيا في ضريبة غريبة جدا بتفرض على ناس يعيشوا في درجات كبيرة جدا من الفقر، وما زالت تفرض عليهم ضرائب حتى الان وحتى في عدم وجود حرب في البلاد دي، لكن المواطن بيضطر ان هو يدفع 17 يورو سنويا في مقابل ان هو يعيش في امن وسلام. يعني الدولة بتفرض عليه ضريبة مقابل ان هي معيشاه في امن وسلام. 17 يورو اللي بيدفعهم في السنة دول يقدروا بحوالي 28650 فرنك غيني سنويا. دي كانت اغرب الضرائب الموجودة في العالم، وزي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان من اغرب الضرائب الموجودة هي الضرائب اللي كانت بتفرض في الدولة البيزنطية على المصريين، ومن قبلهم الضرائب اللي كانت بيفرضها الرومان على المصريين. كل دي ضرائب غريبة جدا وضرائب مستحدثة، كل اهميتها ان الدولة كل ما تحاول انها تزود مصادر دخلها هي انها تاخد فلوس اكتر من الشعب.
لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا شير ولايك، واذا اول مره تشوف لنا فيديوهات اعمل لنا كمان سبسكرايب وفعل زر الجرس. اشوفكم على خير، سلام.